طبعا في جهات اخرى احنا لا نستطيع ان نذكر اسمها اليوم لانهم بيخافوا الايرانيين والحزب مش فارقه معهم، لانه ايش بيشتغلوا بشكل معاكس للاراده الدوليه، ما يسمى بالاراده الدوليه، ومش فارقه معهم، حتى يصرهم ان نعلن انه هم بيدعموا المقاومه. الان في اخوه عرب ومسلمين اخرين يدعمون المقاومه دعما سخيا وبامكانات ومقدرات كبيره، احنا اليوم لا نستطيع ان نذكر اسمائهم، ليه؟ لانه بتعرف بخافهم او عندهم خشيه من المتابعات والملاحقات والمحاسبات الدوليه، لكن نثق تماما ان شاء الله رب العالمين انه في القريب العاجل واحنا بنقف في باحات الاقصى محررين ومطهرين، بعد ما نكسر هالقواعد اللي حطها العالم، قواعد ظالمه مجرمه مجحفه، ان نعلن ان هذا النصر شركاء فيه فلان وفلان وفلان والجهة الفلانية، ونعلن ذلك صراحة، لأنه بنكون إيه؟ يجب أن نوفي الناس حقهم، وسنوفي الناس حقهم إن شاء الله رب العالمين.